الحان عشقناها، عمرنا ما نسيناها، في قلوبنا خبيناها وبالجوارح رددناها. سعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وحنا كنلتقيو في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامجكم الحان عشقناها دوما وابدا على قناتكم الثانيه دوزام. جولتنا مع الفنون الاصيله لازالت مستمره، في كل حلقه لون جديد كنتقربوا من تفاصيله بالإضافة للاستمتاع بكلماته وأنغامه. في حلقة اليوم غادي نتوقفوا مع فن غني وعميق، فن متشعب له حضور جغرافي في أكثر من منطقة في المغرب، عنده قواعد وضوابط. اختارينا نستضيفوا اليوم أهم نجومه. كنتكلم على الفنان حجيب، وكنتكلم طبعا على العيطة. وباش نفتحوا الشهية غادا نبداو مع طيوح ديال العيطة الغزال، وانتبهوا. ويلي لا 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 كلها وحسابه. ها هي الرجل يا
بداية حلقتنا كانت مع طيوح العيطة الغزال، مع واحد من أهم أعلام ونجوم فن العيطة، الفنان حجيب. تبارك الله عليك الفنان ديالنا. تبارك الله وشكرا، تبارك الله عليكم وشكرا على الاستضافة، مرحبا بك. ونتمنى على الله أن هذا ما نكونوش يتقال على الجمهور ديالنا. الله يهدي سيدي، مرحبا بكم. ويستمتعوا بهذا الطرف القصير ديال هي عيطة الغزال، راه كبيرة ولكن بحكم مقيدين بالوقت ديال البرنامج فاحنا اخترنا الخاتمة ديال عيطة الغزال. نتمنى على الله أن تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم سي حجيب. الفنان حجيب، النمط العيطي هو نمط منتشر على مساحات كبيرة في المغرب، كاين الفيلالي، كاين العيطة الفيلالية في الجنوب، الجبلية في الشمال، المرساوي، الحصباوي، ولكن الناس ما كيقدروش يفرقوا بين الشعبي، الأغنية الشعبية والعيطة. شنو يمكن لك تقول لنا أستاذ؟ هو بالنسبة للعيوط اللي توصلوا لها، باش نبداو بهذه النقطة، عاد كاع الباحثين اتفقوا على أن كل منطقة في المغرب إلا وكتمتاز بعيوطها، بكل ما يتعلق بالتراث ديال البلاد ديالها فهي داخلة في النمط العيطي. ولكن السؤال ديالك وجيه جدا، لأن بزاف ديال الناس باقين تيخلطوا ما بين الأغنية الموسمية والأغنية التراثية العيطية. فالأغاني الموسمية هي كاع الأغاني اللي كنكتبوها احنا وكنلحنوها احنا، اللي كتعالج موضوع، اللي كتهضر على المواضيع المختلفة، اللي كنسجلوها حنايا، كيسجلوها الفنانين الآخرين. مثلا الأغاني ديال الفنانة نجاة عتابو كتسمى أغاني موسمية، الأغاني ديال هاد المتداولة حاليا. ولكن كيفاش غنفرقوا بيناتهم مع العيطة؟ العيطة كنلقاو عندها ممرات في الغناء، فهناك المقدمة لا بد من العيطة كتكون فيها مقدمة. ثانيا كتلقي فيها تغييرات كثيرة في الهياكل الإيقاعية وفي انتقالات الموسيقية، كتلقيهم وديزين متسلسلين في واحد نمطية ميلودية موسيقية يعني سلسة. ثانيا ما كاينش عيطة عندنا من العيوط اللي ما عداش قفل. إذن هنا اش تنقولوا؟ العيطة باش تعرفيها مزيان كتكون بالمقدمة، وكتكون في الوسط ديالها انتقالات موسيقية وتغيير في الإيقاع، ربما كتبدا خفيفه ثقيله، وربما او كيتبدل الايقاع كيعطينا الايقاع الخفيف، وكتكون عندنا هنا القفل. لا بد من القفل، كل عيطه عندها قفل. هنا الا ما لقيناش هذه الاغنيه فيها انتقالات وفيها تغييرات فهي كتسمى اغنيه موسميه. ثانيا احنا ملي كنمشيو للقاعده ديال العيطه، كل عيطاش كتجسد لنا اشنو هو الحدث. خص يكون عندها حدث، يكون عندها مكان، ويكون عندها الزمان، ويكون عندها الشخصيات علاش تقامت هذيك العيطه. هذه هي باش كنعطيك يعني كتكون عندها بنيه خاصه، باش كنعطيك باختصار اشنو هي العيطه. اما الاغنيه الخفيفه الموسميه كتكون اغنيه عاديه كتعتمد على اللازمه، وكتعتمد على الابيات الشعريه الوسطانيه كاي اغنيه. فنان حجيب، ملي كنقارنوا بناء الابيات ديال العيطه مع القصايد ديال الملحون كنلقاو واحد وجه تشابه كبير. مثلا في الملحون كاين المبيت، فيه المتني، الثلاثي، الرباعي، الخماسي الى اخره. حتى في العيطه كاين هاد جوج اجزاء ثلاثه. هو التشابه الكبير اللي كاين ما بين العيطه، الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك، والتشابه الكبير بعد اللي كاين ما بين الملحون والعيطه فين تتواجد. مثلا حنا في العيطه عندنا غطا وفراش، حتى في الملحون كاين غطا وفراش، صدر وعجوز. في الملحون كاين السرابه، عندنا السرابه، عندنا القبيحي، عندنا الردم. الردمه ديال اللي كتجي في اخر السرابه، الردم. عندنا التعتاب. التعتاب هو انهم شنو هو التعتاب؟ هو داك الشادي، بحال دابا الشادي ملي كيكون يشدي في الملحون ما كتكونش الايقاع، ولكن كيكون هو والكوامانجي او هو السويسي كينضم. هذاك التعتاب
تحدنا عندنا يعني اش كيتسمى الفرادي. اشنو هو الفرادي؟ هو الشادي كيغني مفرد بوحده. عندك في الملحون كاين الفرادي، في العيطاء كاين الفرادي، كاينه السوسه كنلقاوها في الملحون وكنلقاوها في العيطاء. وعاد الاهم في التشابه هو نطق الحروف. ما يمكنش في الملحون خاص يكون عندك النطق فصاحه الصحيح الفصيح ديال الحروف كلهم. نعم استاذ حاجب، مازال حديثنا متواصل. نعم. الحديث معك شيق، تبارك الله عليك. اختاريتي لنا عيطه ديال حاجتي في غريني. إيه. مشاهدينا حاجتي في غريني ونتابع. Thank you.
يا قيل يا ديري سنية وعليك خلو جاية يا غيا وحيد السلام وخير وحيد السلام وسمع سلامات في السلام وسمع سلامات في السلام يا مقرون حاجب قاعد يسرعوني على خلو وشيا يا 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 قد 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 يا ربي بواه يا ربي يا سيدي وحيد الشمس يا قلبي هواني السيرة صحة. الأداء المتقن والتمكن هي مسألة محسومة ومضمونة في الأداء ديال الفنان الكبير النجم ديالنا ضيف في هذه الحلقة الفنان حجيب. تبارك الله عليكم الفنان حجيب. عندنا واحد المسألة اللي كتير انتباهنا اليوم، كنشوفوا بأن ما كاينينش قصائد جديدة ولا عيوت جديدة، كنكتفيوا بالعيطات القدم. شنو التعليق ديالكم؟ هو باختصار جوج نقطات اللي كاينين مهمين. أولا ما بقاوش الحبحابة، يعني الحبحابه هما الناس اللي كانوا كينضموا اللي انضموا العيوط اللي قادوا، كانوا بعد الحبحابه قلال اللي باقين حاليا. ولكن بالنسبه لي انا كاينه شي حاجه هنا في بن سليمان بحال السي الباشير والشرقي وداك الشيء ما يشابه فخري بقاو بالجعدو سميتو الحبحابه، ما بقاوش اللي كينضموا. ثانيا دابا وسائل الاعلام موجوده وكثيره. العيطه كانت هي الصحافه انذاك، وكانت تبني على الحادث. دابا الحادث وليتي كتقري في الساعه وفي الدقيقه وسميتو. هادو جوج ديال المسائل اللي ساعدوا على انه العيوط ما يتزادوش، لان اخر عيطه تالفت هي عيطه الشاليني اللي هي في العنوان ديالها الجاليني. اش من سنه؟ وهادو تا لهنا عندك هي والكفره غدرتيني، حتى لهنا لهنا هي والكفره غدرتيني ماشي كثار، بحيث الاشرطه ديال الناس الاولين اللي داروهم راه باقيين مسجلين. فنان حجيب، الحديث معك ممتع وشيق، وكنشوفوا كنلمسوا واحد الحب عندك لهذا الفن هذا، لانك ما شاء الله كتبحث فيه وكتبدع فيه. شكرا. لا في الكلام ولا حتى في الغناء. شكرا. شنو ممكن تقول لنا على الخلف؟ واش كاين لا غوليف، كاين الخلف ولا تبقوا ناقوس الخطا؟ هو الحمد لله دابا الشباب كيردد العيطه، تيردد الشباب العيطات، ولكن احنا تنطلبوا بالتوثيق. فمثلا سي جمال الزرهوني داير مدرسه ديال العيطه، مثلا ولاد بن عقيده دايرين مدارس ديال العيطه كذلك سميتو. ولكن هذا ما تيعنيش انه راه سميتو والعيطه في ايادي امنه، لان جندوا لها باحثين ودكاتره كبار، ولكن خصنا نعاونوا بالتوثيق. التوثيق كتابي ومرئي باش العيطه يلا تقول هيا راه غادي يضيع هذا الشيء، ولا ضاع ما كاينش اللي غادي يقولوا، ما كاينش اللي غادي يحط. نعم نعم، هذا هو اللي الحمد لله مازال العيطه عايشه. ولكن بحال هاد البرامج اللي كيحيوا كل ساعه العيطه وكيحيوا بحال هاد البرامج تيعطيونا دائما تجديد فين وصلت العيطه وماليها، فمن بحال هكا راه تخليو ثاني امل اخر، منبع اخر كتسقى منه العيطه. وهذا شرف لنا، وكنا تشرفنا كثير باستضافتك اليوم الفنان حجيب النجم ديالنا. شكرا. النجم ديالنا وضيف ديال حلقه اليوم. غادي نختموا معك دائما، وهذه المره مع براول ديال الرحمانية أو ديال الرحامنة. مشاهدينا ما بقى لي إلا أن نقول لكم تابعونا أو تسنونا في حلقة جديدة مع فنان جديد ولون غنائي جديد دوما وأبدا في برنامجكم ألحان عشقناها. خرجوا ضربوا عليه النقب، خرجوا ضربوا عليه النقب، خرجوا ضربوا عليه النقب، خرجوا ضربوا عليه النقب، يو خرجوا عوجيات الرقب، خرجوا عوجيات الرقب، وخرجوا عوجيات الرقب، ووليدي الحوز من العليمة، هاني الله سيدي صالح يا الخطابي، هاني الله يا ديال وليد سالي ديما، هاني الله وولاد الرحام لا وقع عليما، هاني الله يا يحرك خويا ابن مكاح الجو، هاني الله يا اصيلي يا ولد
الرعدية في العظيم وخلي الرعدة في العظم خلي الرعدة في العظيم وخلي الرعدة في العظم اللي خلي لي ولي حسن اللي خلي لي ولي حسن بيالي بيالي واش درت انا يا لله حرسوا البقر عندو زين يا لله يا حرسوا البقر دير وخاطر يا لله يا وحد الصالح يا الخطابي يا لله يا بلاد البيضاء قاع وحيدة شكل وينين